اللغه مهمه جدا في الاخر. انا فكرك في موقف ظريف كده، ايام ما كنا مع مستر كرول في فكان كابتن فكري صالح ربنا يدينه الصحه كان صوته قوي قوي، فقال له يا كابتن فكري لما اقول حاجه تقولها للعيبه يعني نقول مصطلح كده. ففي كان منتخب، كان منتخب الاولمبي كان حازم، كنا في جنوب افريقيا، فحازم خد الكوره راح على الجون، فكرول قال له جو، فكابتن فكري روح يا حازم، صوته قوي بسم الله ما شاء الله، جو روح يا حازم. فالمهم ايه، كرول قال له شوتينج حازم، فكابتن فكري قال له شوت يا حازم، فالمهم حازم ايه راح مطلعها بره. فكرول بقى راجع زعلان قال له فبيقول يعني وهو راجع على الدكه بيقول ايه او ماي جاد، ففكري يا ربي. ترجمة فورية اشتغلت. فبالمواقف اللي الواحد ما يقدرش ينساها طبعا. بالمناسبة بعد طرد كارلوس كيروش من جانب بكاري جسامة، بول سكولز نجم الكرة الإنجليزية ونجم مانشستر يونايتد اللي كان تعامل مع كارلوس كيروش حينما كان معاونا في جهاز أليكس فيركسون، نزل ستوري على انستغرام وكتب عليها جو اون كيروش دعما للمدير الفني لمنتخب مصر، وهو كان بيتفرج عليها بول سكولز على هذه المواجهه لان تناقلتها وسائل الاعلام مباشره بعد هذه اللقطه. طيب خش على الصوره اللي بعد كده. صامويل ايتو بعد انتهاء الوقت الاصلي اثناء التعادل ومع اللجوء للوقتين الاضافيين كان منفعلا جدا في لقطه كانت الكاميرات مركزه معاه، وهو بالمناسبه نزل بعد المباراه بارك للكابتن وائل جمعه وهنأه يعني وبالاحضان في لقطه روح رياضيه، لكن صامويل ايتو كان واخد المباراه باعتبارها حياه او موت، انه لابد من الفوز بيها لاسباب مختلفه، احنا المنظمين، الظروف الصعبه هناك سياسيا واجتماعيا. وطبعا دي لقطه ليه بعد المباراه مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي نزل الملعب واستقبل التهنئه من رئيس الاتحاد الكاميروني واسطوره الكاميرون ايتو. كابتن علاء، ده دليل على ان بقى ايه اللي احنا ساعات بندي التصريحات ازيد من حجمها. ايوه تمام، اهو الراجل بيشجع فريقه، ووضع طبيعي جدا ان رئيس اتحاد بيشجع فريقه، وضع طبيعي جدا. بعد المباراه ايه اللي حصل؟ اهو بيحضن المدير الفني وائل جمعه، بيحضن وزير الشباب والرياضه وبيبارك لهم. لفته جميله جدا، زي ما امبارح ماني بعد المباراه بتاعت بوركينا فاسو راح للمدرب المدير الفني بتاع بوركينا فاسو وحضنه وقال له فريقك هايل اهو الحاجات دي. يا جماعه الناس دي لعبت في اوروبا، الناس دي عارفه البروتوكول وعارفه، لكن احنا دايما طب هقول لحضرتك حاجه، النهارده مذيع المباراه قال لك شعار مدافعين مصر اللي هيعدي اللي هيفوت هيموت. مفهوم. كلام بيتقال في الكوره ومش معناه الحرفي يعني. ايه المشكله؟ طب ده حرب ممكن تعيش او تموت، وده موت موت، واخد بالك بقى دي اوحش من الاقوى. فدايما ايه ما نحاولش ناخد التصريحات يعني اوفر شويه يعني. صح.